استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وأعضاء مجلس الأمناء. حيث رفع سموه الى جلالته تقريرا بمناسبه مرور عشر سنوات على تأسيس وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، والذي تضمن العديد من المشاريع والبرامج قام بها الوقف خلال هذه الفتره، والجهود الكبيره التي يواصل بذلها مجلس الأمناء من اجل توفير البعثات الدراسيه للطلبه البحرينيين لرفع مستواهم التعليمي. حيث استفاد من بعثات الوقف حتى الآن أكثر من 400 طالب أتموا دراساتهم بنجاح في مختلف الجامعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى خطط الوقف في تنمية الشراكات وتعزيز الاستثمارات بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقف. وخلال اللقاء عرب حضره صاحب الجلاله الملك المعظم عن شكره وتقديره لسمو رئيس واعضاء مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري على ما يبذلونه من جهود مثمره وموفقه في سبيل خدمه الاهداف الخيره للوقف وتعزيز دوره الحيوي في المجتمع ودعم قيم التكافل الاجتماعي وتوفير الفرص التعليميه الواعده امام ابناء المملكه لاستكمال تعليمهم الجامعي في مختلف التخصصات بما يعزز من إسهامهم ودورهم في مسيرة التنمية الشاملة مشيدا جلالته بالإنجازات المهمة التي حققها الوقف في هذا الجانب منذ انطلاقته قبل أكثر من عشر سنوات وبما تضمنه التقرير من أنشطة ومبادرات لتحقيق كل الأهداف النبيلة والتطلعات المنشودة وأعرب جلالته عن تقديره لكافة الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين والمساهمين في زيادة موارد هذا الوقف التعليمي الخيري، والذي يعكس طبيعة المجتمع البحريني المتحاب المتآلف المحب للخير. متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد في مساعيهم الخيرة وعملهم النبيل. وقد رفع سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفه خالص الشكر وعظيم الامتنان الى المقام السامي لحضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يوليه جلالته من دعم ورعايه لوقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وحرص جلالته على توفير الفرص التعليميه الواعده امام ابناء الوطن لاستكمال تعليمهم الجامعي بما يعزز من اسهامهم في المسيره التنمويه الشامله لمملكه البحرين بقياده جلالته ايده الله. وبمتابعه مستمره من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا اعتزازه العميق بالتكليف السامي برئاسه مجلس امناء الوقف وحرصه المتعاظم على تحقيق الرؤى الملكيه الساميه لهذا الوقف الذي يحمل اسما غاليا على جميع النفوس معاهدا جلالته ان يستمر الوقف في تحقيق الغايات النبيله التي انشئ من اجلها بما يسهم في دعم ابناء البحرين لاستكمال تعليمهم الجامعي وبما يعزز من مكانتهم كالخيار الافضل والامثل في سوق العمل.